إشرافي الشخصي على هذه المراسيم الاحتفالية لهو نابع من عميق تقديري لكل الجهود التي ما فتئ جميع منتسبي السلك يبذلونها لتأدية مهامهم وفق أقصى مستويات المسؤولية والاحترافية وتجندهم الدائم واللامشروط لتلبية نداء الواجب ما تستدعت الظروف ذلك جنبا إلى جنب مع زملائهم من مختلف الأسلاك الأمنية وفي طليعتها الجيش الوطني الشعبي بما يعكس تلاحم أبناء هذا الوطن لصون أمنه وحمايته من تهديدات بكل أشكالها. هي سمات المهنية والتفاني التي نشهد لها جميعا وفي مقدمتنا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يجدد التأكيد في كل مناسبة عن عميق تقديره وعرفانه لمستوى أداء منتسبي سلك الحماية المدنية والذين يبرهنون في كل مرة عن احترافيتهم وشهامتهم ولعل آخرها بمناسبة مشاركتهم في عمليات الإغاثة بدولة تركيا وسوريا الشقيقتين على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب هذين البلدين أين ساهموا بشجاعة واقتدار في إنقاذ العديد من الأرواح وإسعاف الضحايا مشرفين الراية الوطنية ومبرزين القيم السامية للإنسانية والتضامن. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.